حتى الولد يوفرون شحن التليفوناتهم. حتى في حديث رئيس الوزراء اللي أنا سميته لما بدأ يعاتبكم، يعني ما عندكم آليات، ما عندكم كابسات، ما عندكم حاويات، المراحل السابقة كان بيها فساد كثير، يقولون الآن أنتم متعاقدين مع واحدة من الشركات لاستيراد هاي الكابسات. اللي واصلني يقول حط عينك على هذا العقد وعلى من تعاقدتم معه، لأنه له أعمال كانت متلكئة في الأمانة لكن دفع له بواحد من الوليدات بالواجهة، وأنا أعرفه وأنت تعرفه. أستاذ نجم، بالنسبة لعقد الآليات، بصراحة أنا اليوم كيمين بغداد لا أتخذ قرار مخالف للضوابط والقوانين أو التعامل مع شركات لديها تاريخ غير جيد مع أمانة بغداد أو شركات متلك نهائيا. ومهما تكون الضغوط، مهما تكون التوجهات، اليوم نحن مؤتمنين على هذه المؤسسة ومؤتمنين على عملها ومؤتمنين على كل دينار موجود في هذه المؤسسة. مطمئن؟ هذا للعلم لا توجد أي حالة لحد هذه. يقولون أكو تليفونات هواي لا تؤثر. وللعلم ويكون واضح، أمانة بغداد دكتور. أمانة بغداد وجهت دعوات لشركات القطاع العام، ايه؟ شركتين في وزارة الصناعة وشركة في وزارة التجارة، وخاضع للتدقيق والرقابة الشديدة، مو فقط من أمانة بغداد، زين، من وزارة التخطيط وأيضا من فريق المتابعة في مكتب رئيس الوزراء. وثق وأنا مسؤول عن كلامي، لا يتم إحالة هذا العقد إلا لجهة رصينة عملت وتعمل بكل جدية وهمة وبعد التأكد من سلامة موقفها، وأن كانت لا تتوفر هذه المواصفات في الشركات المتقدمة نعيد توجيه الدعوات أو نلغي الإحالة ولا نذهب بالاتجاه بالتعاقد مع شركة. بارك الله بك. حتى الولد يوفرون شحن التليفوناتهم. هسه ما أريد أكمل السالفة.